تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 12 سبتمبر 2023، وأختصر المقدمة اللي حضراتكم عارفينها. خلي بالكم الخدمة دي ممكن تسبب للبعض، وخاصة اللي مش متعود ومش عارف إن هي متعلقة بنبوات نهاية الأيام، تسبب للبعض اكتئاب خوف. فلو كنت من النوعية دي ما تشوفش الفيديو. أما الأساتذة الأحباء اللي بيتابعوا الخدمة دي ليست نشرة أخبار، ولكن تذكار بحياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد لمجيء ربنا، وعشان نخوض فترة الظلام اللي بدأت تسود قبل مجيئه. ربنا قال لنا علامات كتير بنقولها كل مرة، وليه قالها لنا ربنا؟ واحد، عشان ما نخافش في زمن أصبح ولاد العالم خايفين من بكرة. 2، عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا في إيماننا. وأيضا قالها لنا عشان لما تبدأ ننتبه ونستعد ونرفع راسنا ونبقى مصابيح مضاءة، لأن نجاتنا تقترب. بيتختصر الأجزاء الأولانية، لأن أنا عارف البعض قال إن هي مملة، فبيتختصر على قد ما أقدر. علامات في السماء زي ما قال الكتاب هتحصل، علامات في السماء في الشمس والقمر والنجوم، ونجوم السماء تسقط. انفجار شمسي آخر يطلق أشعة ام كلاس. اليابان هتطلق رحلة لسطح القمر أوائل 2024، معلش أخطأت، 2024. ففي تسابق، رجعنا تاني للتسابق الفضائي. فاكرين المذنب اللي صدمته ناسا سنة 2022 عشان تغير مساره في تجربة تغيير مسار المذنبات؟ للأسف بدأ يتصرف بطريقة غريبة، وبداية التحقيق ليه هذا المذنب بدأ يتصرف بهذه الطرق الغريبة ولماذا، ويا ترى ايه خطورة ده، وهل يا ترى هنجني ثمار كارثية لتجارب ناسا؟ ربنا يستر. مذنب اخضر يتم رؤيته كل 400 سنة، يرى في هذه الليلة بوضوح. امثلة على استمرار تساقط نجوم السماء او الكور النارية، يوم 7 سبتمبر على سبيل المثال 17 كرة نارية، ويوم 8 سبتمبر 25 كرة نارية. الطقس وأمواج البحر اللي تضج، وشوفوا كم كارثة، كنا نسمع عن كارثة كل بضعة سنوات أو كل عقد، دلوقتي بص بنسمع عن كم كارثة في نفس الأسبوع. هيريكين لي يتوقع أنه هيصبح كارثي في عطلة نهاية الأسبوع، وفعلا، لكن مقابل الكوارث الأخرى اللي حصلت ما تسمعش عنه. جنوب أوروبا اتضربت بفيضانات قاتلة. إعصار دانيال سبب أمطار غزيرة وفيضان في اليونان. إعصار دانيال للأسف وصل لليبيا، وحضراتكم أكيد سمعتم على الكوارث اللي حصلت، وقتل أكتر من 2000 شخص في شرق ليبيا، ويتجه لمصر، ومتوقع ان الارقام دي تتضاعف جدا، لان حتى الان في اكتر من 10,000 شخص مفقود. فيا ترى هيوصل كام الرقم النهائي ده؟ ربنا يرحم الكل يا رب. صلوا للاساتذه الاحباء اللي في اخواتنا الاحباء اللي في ليبيا للاضرار دي كلها اللي حصلت لهم من اعصار دانيال. ايضا فيضانات قاتله وامطار غزيره تضرب مدريد في اسبانيا. لأول مرة في الأرقام المسجلة أن أعاصير استوائية كلها توصل لفئة 5 في نفس السنة زي ما قال الكتاب. ثلوج الأرتيك تنصهر أسرع من المعتاد، ولكن غريب أن هم يعترفوا أنها البشر مش اللي هم يلقى عليهم اللوم. إيه رأيكم؟ كلام ده اتنشر في ساينس نيوز وتناقلت وسائل الإعلام. ايه ده؟ ده ضد الأجندة اللي عايزين ينشروها. الحقيقة في تغير في البيئة فعلا بيحصل في مناطق، في ارتفاع حرارة في بعض المناطق وليس كلها، ده حقيقي. تأثير ثاني أكسيد الكربون تأثير ضعيف على الاحتباس الحراري في بعض المناطق، مش الكذبة اللي بيقولوها، هو ده القصة. ولكن يوجد تغيرات في قطب الأرض، يوجد تغيرات في النشاط الشمسي، ويوجد تغيرات في اتجاه الرياح بسبب هذه الأمور هي اللي بتأثر على انصهار الجليد. ليه بيكذبوا وعايزين يستغلوا الموضوع ويعمموه، فياخدوا أمثلة تحصل يعمموها ويتحكموا فيها البشر، ويحاولوا بأي شكل يقمعوا البشر ويبهدلوهم بالخطط الشيطانية بتاعتهم.
كارثة وهي التالية، عشان ما تصدقوش كل خبر يتنشر في المجلات العلمية. عالم اسمه باتريك براون، ده عالم مناخ، يعترف انه اضطر يخفي الحقيقة كاملة في الابحاث بتاعته. ليه؟ لانه لو كان كتب الحقيقة الكاملة كانت هتتمنع من النشر في المجلات العلمية الراقية، زي الكلام ده كلامه زي نيتشر وساينس وغيرها، لان هذه المجلات لا تنشر الا الدراسات اللي تؤيد اجندة البيئة، ان البشر وحشين، الحكومات لا تلام، ولكن الذين يلاموا البشر عشان انت يا وحش لما بتسخن اكلك على البوتاجاز وبتطلع ثاني اكسيد الكربون او بتدفي بيتك او بتسوق عربيتك، انت الوحش، انت اللي بتبوظ البيئه، انت اللي لازم تتعاقب، انت اللي لازم تدفع ضرائب وتتحكم فيك الحكومه وتعمل لك الكربون فوت برينت وتراقب كل خطوه. الكلام ده لما يتقال لا مش صحيح، تتمنع الدراسات دي من النشر. لكن الكلام ده لما يتكرر، المجلات العلميه دي تنشر الابحاث دي. ادي واحد من العلماء بيأكد القصه. دراسه العالم ده هو ومجموعته توضح ان تغير المناخ، في تغير في المناخ ده صح. كانوا الاول بيقولوا جلوبال وورمنج، وعرفنا ان الكلام ده كذب في كذب. قبله كانوا بيقولوا جلوبال كولينج، وطلع الكلام ده برضو كذب. تغير مناخ في بعض المناطق بسبب محور الارض وبسبب النشاط الشمسي وغيره، ده بيحصل. تغير اتجاهات رياح، ده بيحصل. لكن تغير المناخ ده ليس السبب الحقيقي في الحرائق البرية، وليس له علاقة بالبشر. لو كان قال الكلام ده بوضوح بصراحة، وده النتائج اللي أظهرتها الدراسة، كان هيخلي دراسته تتمنع، وهو ده اللي قاله. ما كانش يقدر ينشر دراسته في نيتشر وفي ساينس وفي غيرها، المجلات اللي بيسموها برستيجيوس علمية. فاضطر يخفي الحقيقة الكاملة ويقدم جزء فقط ويضخم فيه جدا من تغير المناخ، فيظهر كما لو كان السبب في الحرائق البرية هو تغير المناخ والعامل البشري، عشان تقبل المجلات العلمية الراقية زي نيتشر وساينس وغيرها انها تنشر دراسته. ولو طبعا نشرت بياخدوا مكافآت كتيرة وبيحققوا ارباح كتيرة. فالمجلات اللي زي نيتشر وساينس وغيرها المدعومة من ناشونال أكاديمي أوف ساينس، أي دراسة تلقي اللوم على البشر والمزارعين في تلوث البيئة بثاني أكسيد الكربون وكذبة الانحباس الحراري والكلام ده، ويسببوا حرارة بارتفاع عام وهم من السبب في الحرائق وغيرها، ده بيتنشر حتى لو كان غير صحيح. أي شيء آخر بيقدم أدلة إن البشر مش العامل الأساسي يتمنع من النشر. ليه؟ تخيل الدراسات لو تطلع تقول لك لا على فكرة مش انتوا السبب، طب بتدفعونا الضرائب ليه؟ هتعملوا لنا كاربون فود برينت ليه؟ لو البشر مش هم من السبب، بتفرضوا علينا ضرائب ليه؟ وبتغلوا وبتقللوا من انتاج الابقار واللحوم والكلام ده ليه؟ بتتحكموا في الاراضي الزراعية وفي المزارع الحيوانية وفي الضرائب البشرية ليه؟ واحد زي فرنسا وهي غيرها من الدول الأوروبية، بص كمية الضرائب بتاعت الكربون اللي اتعملت قد إيه. واحد زي ترودو دلوقتي في كندا يدفعوا دولار تمن الكهرباء وقصاده 3 دولار ضريبة الكربون، أو داخل على 3 دولار ضريبة ثاني أكسيد الكربون، كربون فوت برينت. البشر لما يسمعوا الدراسات الحقيقية هيعترضوا. لا، هم مش عايزين البشر يعترضوا، وعايزين الجيل الجديد اللي حط لهم الساعة اللي في نيويورك ساعة الدومز دي، العالم هيخرب امتى من فساد البيئة، يفضلوا فعلا مقتنعين ان احنا الوحشين بسبب بوظان البيئة. ده يوضح لحضراتكم ازاي ازداد جدا العلم الكاذب الاسم. ما تصدقوش كل ما ينشر في هذه المجلات تحت اسم العلم، لان تلتين العلم زي ما وصف الكتاب أصبح علم كاذب. فعلا أصبح إفسنتين للخديعة وللمرار ولقتل البشر معنويا وماديا. أيضا الزلازل، على سبيل المثال يوم الخميس 42 زلزال منهم قوة 6.6 في كرمادك. طبعا الكارثة اللي حصلت في إخوتنا الأحباء في المغرب يوم الجمعة 57 زلزال منهم بقوة 6.8 في المغرب.
ده بعد ما اتخفض من 7.2، كان الأول بيتقال إن هو بقوة 7.2 وخفضوه ل 86. والسبت 41 زلزال بقوة 6 في إندونيسيا، والأسبوع ده لوحده حصل فيه 110 زلزال قوي لا متوسط ولا ضعيف، كل دول فوق 6 فما فوق، وزلازل كتير اقتربت من رقم 6. ده كله أسبوع واحد، ده مش في سنة، ده أسبوع، عشان فعلا تشوف روعة الكتاب لما قال الزلازل هتحصل وتزيد في أماكن، فعلا تزيد في العدد وفي القوة، وده فعلا زي ما قال الكتاب بيحصل في هذه الأيام. تقارير أولية عن للأسف موت مئات في المغرب بسبب الزلزال القوي اللي ضرب أراضي المغرب الحبيبة. لغاية يوم الحد صباحا يقيم عدد الوفيات بتاع زلزال المغرب بأكثر من 2000 شخص، ولغاية أمس العدد تعدى 2800 قتيل، ويقال إن هو اقترب من 3000 قتيل حتى الآن. ربنا يرحم أسرهم جميعا، يرحمهم جميعا ويعز أسرهم يا رب. فبرضو صلوا لإخواتنا الأحباء في المغرب، والضربة القاسية اللي تعرضوا إليها ربنا يكون معاهم يا رب. يجب أن نتيقظ، فأصبحت الكوارث المدمرة فجأة تضرب كل الأرض، الزلازل زادت، البراكين زادت، الأعاصير زادت، كرات النارية زادت. ما يقولوش الكلام ده بسبب أنشطة البشر الطبيعية، لكن ملوثات زادت بسبب الهيئات الصناعية العملاقة والأنشطة الحكومية العسكرية، ده حقيقي، لكن البشر الطبيعيين مش دول اللي بيلوثوا الأرض. انتوا عارفين ان الغطاء الأخضر زاد، وده شيء رائع، لكن مش هيكلموكم عن الموضوع ده. أيضا زيادة البراكين، فبدون ما أطول على حضراتكم باختصار شديد، ده ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات اللي بتخرج حرارة ورماد وبخار دخان. فتحة أرضية كبيرة بقطر 50 قدم في فلوريدا، في نفس المنطقة اللي حدث فيها فتحة أرضية 75 قدم، ودي كانت تعتبر عجيبة من العجيب، دلوقتي تزايدت. وبرضه حتى دي عايزين يرموا العيب على البشر. الأوبئة والكوارث، وخلاصة داخلين على الخريف والشتاء، فازاي يرعبوا البشر عشان ما ينسوش الدرس. منظمة الصحة العالمية تصدر تحذير كبير من قلق من موجة كوفيد قادمة الشتاء ده، والوفيات تتزايد، وعايزين البشر بسرعة اجري الحق انت، هو خد الطعم يلا، WHO تدفع ان انت يلا خد الحق بسرعة خد الحقنة. يتزايد التحذير من التحور الجديد، التحور ده اللي هو بيرولا، ويشجعوا البشر على سرعة تلقي الطعم. ليه؟ بريطانيا بسبب المخاوف من التحور الجديد هتبدأ حملة الطعم علشان تدي الثلاثة مع بعض، بتاع الانفلونزا وبتاع الRSV وكمان الطعم اللي احنا عارفينه، هتعمله شهر مسبق، هتبدأ من 11 سبتمبر. ليه كل ده؟ بينتشر بسرعة. Really؟ متأكدين؟ بعض المعلومات عن بيرولا أو التحور الجديد BA286. أولا بيستمر الإعلان في نشر كالعادة أسلوب الخوف وأجندة التخويف عشان يسرع الناس يلا بسرعة خد الطعم، رغم أن اللي دقق إلى أن هو ليس مخيف لهذه الدرجة اللي بيدعيها الإعلام الليبرالي. أولا هو في تقريبا 35 طفرة في السبايك بروتين عن الأوميكرون اللي هو طلع منه، هو تحور من أوميكرون، وبناء عليه لأنه بيرتبط بالسبايك بروتين بالمستقبل ACE2 ريسبتور، فطالما في 35 طفرة ده كده قوة ارتباطه، في احتمال مش مؤكد حتى الآن يكون أقل قدرة ارتباط بهذا المستقبل في الجهاز التنفسي. 2، إن كان ما أقوله صحيح، هو ازاي بينتشر بسرعة شديدة في البشر؟ ومين قال بينتشر بسرعة شديدة في البشر؟ فهو على عكس الأوميكرون اللي فعلا انتشر بسرعة، ونشكر ربنا جدا حمل بشر من دلتا. لو تفتكروا أوميكرون بدأ ينتشر قبل ما دلتا اللي كان حيبدأ، لأنه أعطى مناعة للبشر طبيعية مع أعراض أقل، وحي الدلتا تماما. دلتا ده كان صعب، فبيرولا ما نعرفش إذا كان هينتشر بسرعة ولا لأ،
في احتماليه بسبب التحورات اللي زادت فيه يكون لا، فلغايه يوم 5 سبتمبر هو اقل من 1% من حالات الاصابه في امريكا. فين الانتشار بسرعه؟ اترصد في 6 دول بس لغايه 5 سبتمبر. طيب ما هو بينتشر بسرعه، 1% انتشر بسرعه. الكارثه ان المناطق اللي اتنشر فيها في 6 ولايات مش كلهم اترصد في البشر. ده اول حق، بص بوصل لست ولايات بسرعه، لا ده اترصد بعضه في بشر واترصد بعضه في مياه صرف صحي واعتبروها حالات اصابه، ده صرف صحي. بل حتى معدل الذهاب للمستشفى يتباطأ في الاسبوع في امريكا اصلا. ليه سياسه التخويف؟ انا مش معناه بقلل من حمايه الانسان لنفسه، اعمل كل حاجه شايفها مناسبه لحمايه نفسك، لكن ليه سياسه التخويف المبالغ فيها؟ النقطه الثالثه، ان كان ما انتشرش بعد وبعد كل هذه الاسابيع لسه ادوبك ها ده وصل لست دول، ها هتزيد الحالات اذا كان هينتشر في خلال شهرين. كل اللي بيشجعوه عايزين ياخدوا جرعه المنشطه دلوقتي. طب ما هو في خلال شهرين هتكون انتهت، ولا انا غلطان؟ طب قولوا لهم خدوه بعد شهر عشان لما يوصل للبيك بعد شهرين تكون الجرعه مدياكم حمايه. ما احنا عارفين انه محتاجين كل شهر ولا كل شهرين جرعة منشطة لأنه ما بيحميش، ولا علشان يقولوا لكم تاخدوا دلوقتي وكمان بعد شهر تاخدوا تاني وكمان بعد شهرين تاخدوا تالت ويفضل يقول لكم اهو بيزيد يلا كملوا في الجرعات المنشطة عشان الدول اللي بتعمل بالمئة مليون جرعة تعرف تلاقي ناس وكتاف تفضل تترزع الحقن فيها. النقطة الرابعة، إن كان بيه تقريبا 35 طفرة أو سجل 34 حمض أمين مختلف عن الأوميكرون في السبايك بروتين، طب هو غالبا هيستطيع أن يتحاشى أجسام المناعة اللي كونها الطعم السابق أو اللي لسه متوفر حاليا في الأسواق لأن الجديد لسه متوفرش. ليه؟ الطعم مركز على إيه؟ بيكون أجسام مضادة للسبايك بروتين بس، هو ما يقدرش يتغلب على المناعة الطبيعية. يعني بيرولا يتغلب على المناعة اللي طالعة من الطعم، ما يقدرش يتغلب على المناعة اللي طالعة طبيعية. ليه؟ المناعة الطبيعية ما بتكونش أجسام مضادة لسبايك بروتين بس، لكن بتكون أجسام مضادة لكل المحتوى الفيروسي ببروتيناته المختلفة مش سبايك بس. الطعم مركز على بروتين واحد أو حصل فيه كل التحورات دي، فيقدر بيرولا يتغلب على المناعة بتاعت الطعم، لكن المناعة الطبيعية ما يقدرش يتغلب عليه. ليه؟ المناعة الطبيعية كونت أجسام مضادة للكل، فتبقى المناعة الطبيعية كالعادة أفضل في هذا الوباء. فأتمنى يتوقفوا عن سياسة التخويف ويقدموا الحقائق بحيادية عشان نبتدي نصدقهم مرة تانية. بطلنا نصدقهم في أي كلمة يقولوها من كمية الكذب، بيكذبوا في الأوبيوس، بيكذبوا في الحاجة اللي ما نختلفش عليها، فإزاي نصدقهم في أي حاجة يقولوها؟ فقدوا أي نوع من أنواع المصداقية. نقطة أخيرة، أنا مش بقولك اهمل وما تخافش واطلع كاشف صدرك في الشارع وما يهمكش، لا برضو خد حذرك، لكن ليه كل الكلام أنه إلحق الطعم إلحق الطعم، أو حتى الدواء هيكون برضو بنفس الطعم اللي هو نفس الشركة بتاعة الطعم؟ ليه؟ ليه مفيش كلام حتى الآن هنا في السنة الرابعة عن الاهتمام بجهاز المناعة؟ ليه؟ من أول ما بدأ الوباء ده وكتير من الناس بتتكلم وأنا واحد ضعف منهم بقول لكم إزاي الاهتمام بجهاز المناعة؟ رياضة، تغذية سليمة، وتعالج لو في أمراض تانية زي الضغط والسكر وغيره، وكمان الفيتامينات. طبعا الكلمة دي ما يصدقوا دلوقتي الصبية بتاعت اليوتيوب يمسكوها عليا وعلى طول يعملوا حظر للفيديو ده كالعادة. ليه ما بيتكلموش على الاهتمام بجهاز المناعة بأسلوب طبيعي، تغذية كويسة، رياضة كويسة بحيث تحافظ على صحتك وتقوي جهاز مناعتك؟ يا سيدي اتعرض للشمس فترة طويلة على قد ما تقدر عشان ده بيساعد جهاز المناعة، فيها ايه ده غلط؟ لا
اوعى تقول الكلام ده، المهم يجري ياخد الطعم اللي ممكن يضره مش هيفيده، وخلاص على كده. مين ظهر لنا تاني وما كناش مفتقدينه بالمرة؟ الكابتن اللي قدامكم ده، حاج فاوتشي. فبدأ بداية الإجبار على الماسكات مرة تانية، وسي ان ان ترجع لنا تاني دكتور فاوتشي اللي كان تقاعد من 10 شهور فاتوا، لأن عمره خلاص ب 82 سنة. وفي اللقاء المذيع قال له بس في دراسات كترت بتقول انه الماسكات ما بتحميش. قوم قال له ايه؟ قال له هي الماسكات ما تحميش بطريقة عامة، ولكن تحمي بطريقة شخصية. يا صلاة النبي، معلش انا اسف، يعني الشخص اللي يلبس الماسك، الماسك هيحميه، لكن المجتمع كله لما بتدي يلبس ماسك المجتمع مش هيتحمي. انتوا فكروا فيها، ده اللي قاله فاوتشي، انا مش بهرج. هبل احنا، ما بيشتغلش على المستوى العام لما المجتمع كله يلبسه، لكن يشتغل على مستوى الشخص عادي. ما الناس دول بيقوا خلاص الكد بالنسبة لهم زي المية. دراسة كارثية توضح ان معدل الوفيات من الطعم اهي بسبب إصابة للقلب 3.7 ضعف، يعني قرب 4 أضعاف البلاسيبو، ولكن الشركة الحلوة بتاعتنا اللي انتوا عارفينها أخفت الكلام ده. إيه رأيكم؟ يعني الشركة عارفة. Most important, we found evidence of an over 3.7-fold 3.7 ضعف increase in number of deaths due cardiovascular event مقارنة بالبلاسيبو. ايه رأيكم؟ كارثة ها؟ كلام ده لو كانت قال لنا من الاول في اثناء التجارب كنا طبعا هنقول ممنوع الطعم ده. ادي الكذب والخداع عشان يربحوا البليونات اللي اقتربت من التريليونات. تقرير في جنوب أفريقيا توضح أن دولة جنوب أفريقيا بتعلن أنها كانت ضحية لمافيا شركات الطعم في أثناء الوباء. ضحكوا عليها وخدعوها ومصوا أموالها. الـ FDA ألف مبروك بسرعة شديدة، علشان بس مهم صحتكم، يوافق على الطعم الجديد، عملوا تويك وغيروا في الطعم من نفس الشركتين إياهم، بحجة أن القديم اختفت مناعة بتاعته بسرعة. طب إذا كان القديم اختفت مناعته بسرعة، اللي يضمن لنا أن الجديد هتقعد المناعة بتاعته؟ برنامج ثريد بتاع الحاج مارك بتاع فيسبوك أو ميتا كالعادة يتكمل في نفس سياسة قطع الألسن، يمنع أي بحث عن الوباء أو الطعم مع ادعاء تزايد الحالات. أوعى تفتح بقك وتتكلم وانت على فيسبوك أو ثريد حاجة على الوباء أو على الطعم، يتقطع لسانك على طول. ليه؟ ممنوع تجادل ولا تفكر. اوعى تفكر دلوقتي، مطلوب تخضع ما تفكرش، اسمع لأجندتهم وما تفكرش. تكاثر التحذير من الوباء السوبر اللي قرب جدا، خلاص ده يعني في المنعطف الجاي على حسب تعبيراتهم، والبعض بيقول خلاص ده احتمال، ها ده في الشتاء الجاي الوباء السوبر الجديد. هو ايه الوباء السوبر الجديد اللي قاعدين يكلمون عنه، اللي قاعدين يقولوا قرب قرب قرب، ده خلاص ده الحودة الجاية، ده الشتاء الجاي، هو في ايه؟ لو تفتكروا اللي قلته لحضراتكم من برامج زي نودج لتدريب العقل الباطن لتدريب البشر، وجعلهم يخضعوا لقرارات الحكومات ويقبلوا قرارات السلطات من اغلاق واجبار على الماسك والطعم ومنع السفر والطيران والكلام ده. بعد ما دربوا البشر، طبعا مش عايزين يسيبوا البشر اللي اتدربوا دول وخاصة الجيل الصغير سنين طويلة تمضي وينسوا التدريب اللي اتدربوه، أو يبدأ يخرج جيل جديد ما اتدربش، لا عايزين يكرروا الإغلاق والتدريب عليه قبل ما ينسى الجيل ده التدريب اللي حصل في عقله الباطن. شرحتها لكم المرة اللي فاتت، خداع العقل الباطن اللي بيعملوه ازاي، تبقى انت بتفكيرك مش قابل ولكن عقلك الباطن يدفعك للخضوع. عشان كده بيتكرر الكلام في الإعلام الكاذب عن الوباء القادم سريعا. لكن أنا سؤالي، هل يا ترى ممكن يوصلوا
من الشر انه يفتعل واحد عشان بس يكملوا في تدريب البشر للخضوع. المهم مش هيسيبوا التدريب اللي حصل لعقل البشر الباطن ان يضيع هباء، وده شرحته الاسبوع اللي فات، لكن مش هيسيبوه يفوت. تحور جديد من انفلونزا الطيور ظهر فين؟ في الصين. يقولوا ان هذا التحور قد يجعله ينتشر للبشر. انفلونزا الطيور لغايه دلوقتي بتنتشر في الطيور، قاعدين يكرروا يقولوا هتنتشر للبشر، هتنتشر للبشر، لغايه دلوقتي ما سابتش. فبيقول اهو تحور جديد، هي يا مسهل، خلاص هيبتدي ينتشر للبشر. معدل الاعمار في امريكا يتناقص بمعدل سريع. ليه تكاثرت جدا الامراض زي السرطانات والازمات القلبيه؟ العلم الكاذب الاسم يستمر في الكذب في الكذب. فنيويورك بوست تنشر لكم دراسه بتقول لكم ايه؟ ايه يا حبايبي يا حلوين سبب زياده السرطانات في الناس متوسط العمر الفتره الاخرانيه الاخر سنتين ثلاثه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ طبعا انتوا هتعرفوا هتخمنوا تقولوا يمكن حاجه اتضافت على البشر جديده، ميبي حاجه تانية ما نعرفش. لا، ايه السبب؟ لحوم الابقار والملح والكحول الواين. ايه رايكم؟ فدراسه تطلع تقول لكم انه سبب الاصابه بالسرطانات اللي زادت في اخر كام سنه في الناس متوسط العمر اللحمه والملح. انا مش بهرج، فجاه اصبح يصاب متوسط العمر بالسرطانات بسبب اللحمه والملح. وبالصدفة البحتة تطلع الدراسة دي في الوقت اللي هم عايزين يمنعوا الأبقار لأجل البيئة وأجندة البيئة الكاذبة. طبعا أنا أتوقع، ما أنا إنسان وحش، أتوقع هتطلع الدراسة بالصدفة البحتة برضو هتطلع لكم أن أكل الديدان والصراصير بيحميكم من السرطانات. ما تاكلش لحمة اللي بقت فجأة في آخر سنتين ثلاثة بتسبب سرطانات، وكل ديدان وصراصير هتحميك من السرطانات. ايه رأيكم؟ واوعى تعترض او تفكر لانك ممنوع من التفكير، انت تسيب لهم هم التفكير وانت عليك الخضوع. ادي الدراسات العلمية. الواحد بقى يعني مش عارف يصدق ازاي اي حاجة يقوله بحث علمي جديد. تلتين بقى كذب والتلت في النص تعرف تطلع الحاجة الصح. زي ما قال الكتاب فعلا على كوكب المنير اللي سقط على المياه، ففعلا أصبح تلتين المياه في سنتين. أخبار الحروب اللي بتتزايد. الجيش الأمريكي يخطط في السر أن يطلق تجربة إطلاق صواريخ لكن من الوحدة الفضائية الجديدة، وده قد يغير لعبة التسلح لما يبتدي يدخلوا الوحدات الفضائية في الحروب. روسيا تحذر من أن الحرب قد تشتعل بينها وبين أمريكا بسبب تزايد الهجمات التهكيرية. أمريكا بتحاول تهاجم روسيا هجمات تهكيرية وتزايد هذا الأمر. طبعا برضو روسيا بتهاجم أمريكا، لكن الموضوع ده اشتعل قوي بينهم، والموضوع ده قد يكون أو قد يقلب حرب حقيقية. لكن بينما الإعلام الغربي يقول لكم لا روسيا إيه دي ضعيفة، دي خلاص ما عندهاش فلوس، دي ما عندهاش حاجة، دي فاضل أتوبك شهر وروسيا هتقع، اللي احنا بنسمعه لينا اكتر من 500-600 يوم. لكن روسيا الاعلام بتاعها العكس بيزيد التحذير جدا ان الموقف بيزداد اشتعال بينها وبين امريكا، وقد ينقلب حرب نووية قريبا، وبتطالب من شعبها ليستعدوا لهذا الامر، وبيقولوا ان الحرب النووية قد لا يمكن تحاشيها، وانه لو حصلت هيستهدفوا مباشرة مناطق في امريكا. فروسيا بتحذر شعبها بينما الإعلام الليبرالي الغربي بينيم الشعب. روسيا تعترض على أن أمريكا هتمد أوكرانيا بأسلحة يورانيوم منضب اللي هو depleted. أيضا الأمم المتحدة أخيرا نطقت، هي أيضا تعترض على إرسال أمريكا لأسلحة يورانيوم منضب لأوكرانيا. بولندا عشان تساعد أوكرانيا اللي مات فيها حسب كلام بوتين امبارح 71 ألف جندي في من ساعة ما بدأت الحرب المضادة، فأوكرانيا مش لاقية جنود متطوعين، وحتى الجنود اللي بتعينهم مرتزقة مش كفاية. فبولندا هتطرد الرجال الأوكرانيين اللي سنهم أقل من 40 سنة كانوا هربوا إليها،
عشان يرجعوا غصب عنهم، هتقبض عليهم وترجعهم لأوكرانيا عشان يتجندوا في أوكرانيا ويدخلوا الحرب غصب عنهم، وهيجبروهم على الالتحاق بالجيش، وهم عارفين أنه غالبا أغلبهم هيكون مصيرهم زي مصير 71,000 اللي اتقتلوا بداية من الحرب المضادة. أوكرانيا تمنع هجرة أي سيدة عندها خبرة طبية أو صيدلية، هتجبرهن على الالتحاق بالجيش الأوكراني. يعني الجيش الأوكراني دلوقتي كله إجبار في إجبار، حتى لو أنت هربت من أوكرانيا ورحت بولندا هيقبضوا عليك ويرجعوك لأوكرانيا عشان تحارب وتموت غصب عنك. البنتاغون يعلن عن دفعة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون بما فيها صواريخ هاي مارس وأسلحة إلكترونية. جنرال أمريكي يحذر أن أوكرانيا عشان الشتاء متبقي ليها 30 يوم فقط في الهجوم المضاد. لو فشلت وما نجحتش في تحقيق أي هدف في الهجوم المضاد في خلال 30 يوم دول، خلاص الهجوم المضاد يبقى فشل تماما. بريطانيا ترفض استبدال دبابات تشالنجر 2 اللي اتدمرت في أوكرانيا. وغالبا بريطانيا عندها مشكلة اقتصادية كبيرة، وعشان كده حتى استقال الوزير الدفاع البريطاني وجاب واحد اقتصادي يمسك وزير الدفاع بريطانيا. فواضح ان بريطانيا ما عندهاش استعداد تدي أوكرانيا اي اسلحة تانية. انتخابات المقاطعات اللي استولت عليها روسيا وعملت فيها انتخابات تانية جديدة، فاز فيها المسؤولين الروس الموالين لبوتين مرة تانية. مسؤول أوكراني يتهم إيلون موسك بارتكاب شرور لأن موسك أوقف خدمة ستارلينك للإنترنت وقت ما كانت أوكرانيا هتستخدمها لتوجيه زوارق مسيرة تضرب بيها الأسطول أو سفن حربية في الأسطول الروسي أورب كريميا. والموضوع ده لو كان حصل كان في مخاوف ان الموضوع يقلب نووي فروسيا تضرب اوكرانيا نوويا، فإيلون موسك وقف خدمة ستارلينك عشان الموضوع ما يشتعلش. روسيا تعبر عن قلقها لان فجأة حليفتها ارمينيا تبتدي تنضم او تميل للجانب الامريكي وتبدأ تدريب عسكري مشترك مع امريكا. الناتو هيقوم بأكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة. البنتاغون يضطر أن يلغي اختبار الصواريخ فائقة السرعة لأن الصواريخ دي فشلت في اختبار السلامة الأولي. فأمريكا لغاية دلوقتي بتعاني في الصواريخ فائقة السرعة بينما روسيا والصين تقدموا فيها جدا، وروسيا كمان استخدمتها في هذه الحرب. كل مكان تتجه له أمريكا عشان تحقق مكاسب سياسية تلاقي الصين سبقتها لي، ومحاولة أمريكا السباق مع الصين في دول نامية ودول أسيوية ده أثر سلبا في علاقة أمريكا مع حلفائها الحاليين اللي بدأوا يعلنوا أن هم مش هيقفوا مع أمريكا لو اشتعل الموقف ما بينها وما بين الصين. الصين تحذر من حرب باردة جديدة كرد لزعامة أمريكا للقاء الأسيوي في إندونيسيا اللي ضم كوريا الجنوبية واليابان، ودول أصبحوا في خلاف شديد مع الصين. الصين تصدر تحذير قوي لأمريكا لاستمرارها لدعم تايوان واستقلال تايوان. أمريكا والفلبين كمان يقومان بتدريب بحري مشترك في جنوب بحر الصين. البنتاغون يهدف لتكوين برنامج موسع للطائرات بدون طيار اللي هي الدرونز، يستطيع أن يضرب 1000 هدف في 24 ساعة. وليه بيعمل الكلام ده؟ علشان لو اشتعل الموقف مع الصين تكون أمريكا عندها أسلحة متقدمة، لأن طبعا الصين إذا كانت أقل في التكنولوجيا لكن تتفوق عدديا على أمريكا. ردا على كوريا الشمالية وروسيا، الجيش الأمريكي يطلق صاروخ بلاستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية في عرض لاستعدادها النووي. فأمريكا هي تانية كمان، زي ما كوريا الشمالية أطلقت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، أمريكا هي التانية قامت بنفس التجربة. أمريكا تحذر كوريا الشمالية بعقوبات شديدة لو مدت روسيا بصواريخ في حرب أوكرانيا، ولكن فعلا كيم جون أون وصل خلاص لروسيا. كوريا الشمالية تطلق غواصة نووية هجومية جديدة تكتيكية، ومخاوف من هذه الغواصة الجديدة.
روسيا تحذر من كارثة جديدة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بسبب الأنشطة العسكرية الأمريكية المستفزة هي وحلفائها، زي اللي بيعملوه كوريا الجنوبية واليابان واستفزازهم لكوريا الشمالية. إدارة بايدن هتطلق 6 بليون دولار من الأموال المجمدة تروح لإيران. إمتى؟ في يوم 11 سبتمبر، يوم اللي هو بتاع ضربة أمريكا، مقابل ما إيران وافقت إنها تستبدل 5 أمريكان ب5 إيرانيين سجناء. وبالإضافة لده كمان أمريكا هتدفع 6 بليون. الهند في الاجتماع اللي فات بتاع الجي 20 تهدف لأنها تهزم دول الاحتلال في مؤتمر جي 20. بصراحة الهند عملت اتفاقيات شديدة في المؤتمر اللي فات، وسخرت من عدة رؤساء غربيين، طبعا على رأسهم ترودو. مودي يعني مسخر ترودو ومسح به الأرض. بالفعل الاتحاد الأوروبي يحاول يستغل غياب بوتين وشي في مؤتمر جي 20 ويعرض عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي. الصين تستمر في اختراق الدول الغربية من خلال الصناعة والاقتصاد وحتى التدخل في السياسة والتأثير على سياسة الدول من خلال عملائها والموالين إليها، وتغير ديمقراطية هذه البلاد من خلال الليبراليين اللي بتحاول تستقطبهم إليها، وحتى كمان التعليم والجامعات اللي أصبحت تعتمد على تمويل الطلبة الصينيين وغيرها من العوامل. الصين تخلخلت وتغلغلت في الدول الغربية وبشدة، وأصبح القرار مؤثر في سياسة وتعليم هذه الدول. وتلاقي الصين الحاجات اللي تضر الدول الغربية تسيبها وهي تعمل عكسها. أخبار عامة للي بيحصل. شركة طيران تتطلع أن يصبح الطيارين دول ذكاء صناعي مش بشر. هل أنت يا ترى مستعد أن أنت تسافر طيران بذكاء صناعي مش بشر؟ لأن ده ممكن يكون قريب. مشاريع الطاقة الخضراء البديلة تتحطم وتسبب كوارث وخسارات اقتصادية وخسارة بيئية. كلام ده من التليجراف. حتى الآن مستمرين في محاربة المزارعين ومحاربة الأبقار. بيكرهوا الأبقار جدا. ليه؟ عشان بتنتج ألبان وبتنتج لحوم بيستفاد بيها البشر، هما مش عاجبهم البشر يكونوا عايشين متنعمين. فبدل ما يزودوا الأبقار وخاصة الدول الفقيرة، عايزين يقضوا على الأبقار ويجوعوا الدول أو الأفراد الأغنياء في الدول الغنية. فحتى إيرلندا كمان عايزة تقتل 200,000 من الأبقار الحليب بحجة إيه؟ البيئة. ودي كذبة تانية من الكذب بتعود أدعياء البيئة. في جرين هاوس إفكت بيأثر، أيوة بيأثر في مناطق محدودة ما ينفعش يكون تأثيره عام. أدعياء البيئة يقولوا إن هم من بعد ما فشلوا في تحقيق خطة تقليل انبعاث الغازات من الوقود الأحفوري، فالخطة البديلة اللي هيضطروا يعملوها إيه؟ هي التعجيل، إن يرشوا غازات على ارتفاعات 12 ميل من سطح الأرض تعكس أشعة الشمس عشان تقلل الحرارة. إيه رأيكم؟ عايزين يدخلونا في مصايب وينفذوا اللي قاله الكتاب لما قال الشمس تصبح كمسح من شعر. الدول الأفريقية تريد أن الدول المتقدمة تفرض ضرائب باهظة على مواطنيها الغربيين، لكن تاخد الفلوس دي تدفعها لأفريقيا لأجل البيئة. يعني واحد زي بايدن، واحد زي ترودو، واحد زي ماكرون في ألمانيا والكلام ده كله، عايزين يزودوا الضرائب بتاعت البيئة على المواطن الغربي عشان يفقروه، وياخدوا الفلوس دي يدفعوها لأفريقيا بحجة البيئة. خبر التجسس عليك من خلال الملابس بتاعتك ده مش هزار، ده فعلا بدأ خطواته. فالحكومة الأمريكية، حكومة بايدن، بدأت تستثمر 22 مليون دولار عشان تطور ملابس مراقبة، تيشيرتات وبنطلونات وملابس داخلية يكون لها القدرة أنها تسجل كل شيء اللي أنت بتقوله واللي بيتقالك
صوت وصورة، يعني صوت وفيديو، أوديو وفيديو، إيه رأيكم؟ كلام ده لا هو إشاعة ولا هو نظرية مؤامرة إن أنت هيتسجل لك كل كلمة، ده خلاص أصبح الموضوع ده داخل إن هو يكون حقيقة، وفعلا حكومة بايدن دفعت 22 مليون دولار وإنسايدر، جريدة إنسايدر نشرت هذا الأمر. إيه رأيكم؟ هذا اللي إحنا وصلنا له. إيه رأيكم في الزمان اللي إحنا بقي عايزين يعملوا ملابس داخلية تتجسس عليك؟ متخيلين؟ الصين تمنع المسؤولين الصينيين من استخدام آيفون، هي بتعتبرها عقوبة اقتصادية لأمريكا وشركة أمريكية، وفي نفس الوقت تمنع أنه أي وسيلة تجسس من الشركات الأمريكية عليها. الصين تريد أنها تمنع الملابس اللي بتجرح مشاعر الوطن والمواطنين، والعقوبة ممكن توصل في الصين غرامة وسجن لو لبست ملابس يشعروا منها بالإهانة. أجندة 2030 اللي بقت معلنة مش محتاجين يخبوا، خلاص هم شاعرين ان هم اقوى من ان هم يخبوا الكلام ده. هيستخدم فيها النظام العالمي فيديوهات خادعة اونلاين عشان تعجل قبول البشر للبطاقة الالكترونية العالمية اللي من دونها مش هتقدر تستخدم الانترنت. انتوا عارفين انه بيقولوا الانترنت قريب هيبقى ببصمة، البصمة دي هتبقى مرتبطة بالبطاقة الالكترونية الاي دي بتاعك العالمي، عشان لما تدخل على الانترنت يبقى كل حاجة متسجلة عليك بالكامل. تهديد يواجه استراليا ان تصبح كندا التانية. على فكرة كندا بقت مضرب المثل في الـ في الـ في الـ في الكوارث اللي عملها ترودو واللي وقع البلد. فمخاوف انه ده اللي بتقوله التليجراف، ان استراليا تصبح كندا التانية في مشكلة السكان الاصليين. ترودو اللي بيكره المسيحية جدا حب يهين المسيحيين بالكذب ويهيج عليهم السكان الاصليين، فالموضوع اتقلب ضده وابتدى يوقع في كندا. الموضوع بدأ يحصل في استراليا ايضا. السعودية تؤسس شركة عالمية للمياه عشان تواجه نقص المياه في أي دولة. اللي بيعمل الكلام ده السعودية. السعودية دلوقتي عايزة تعمل نفسها إن هي أصبحت حامية لكل الدول العالمية. كاليفورنيا مش بس حللوا الماريوانا وغيرها، دلوقتي تتحرك عشان تسمح باستخدام عيش الغراب المهلوس. عيش الغراب ده ماجيك مشروم وغيره من المهلوسات الطبيعية. قريب من عيش الغراب المهلوس هيبقى مسموح به في كاليفورنيا. ايه رأيكم؟ هذا اللي بتعمله كاليفورنيا. العلماء ينتجوا كيان او ما يشبه جنين بشري لكن عملوه بدون بويضة ولا سبيرم ولا رحم. ادي اللعب بالأجنة البشرية. حوريكم الدنيا بقت، يعني تسمع خبر مش عارف تضحك ولا تبكي من المسخرة اللي بتحصل فيه. أولياء أمور غاضبين ليه؟ لأن ابنهم سنه 6 سنين، تم إيقافه من المدرسة الابتدائي في ألاباما. ليه؟ عمل حاجة، عمل قنبلة زي الراجل اللي كرمه الولد المسلم في المدرسة اللي عمل قنبلة فأوباما كرمه؟ لا، ده كل اللي عمله أثناء ما بيلعبوا بوليس وحرامي كاب ورابر ان هو عمل اشارة بايديه زي المسدس. ازاي وازاي يعمل اشارة بايديه زي المسدس؟ وقفوا الطفل اللي ابو 6 سنين من المدرسة. هذا اللي احنا وصلنا له. جامعة هارفارد العريقة تصنف اسوأ جامعة في حرية التعبير. يا اما تقول كلامهم، يا اما تقول الاجنده بتاعتهم، يا اما يتقطع لسانك مباشره. فجامعه هارفارد حصلت على 0 من 100 في التقييم بتاع حريه التعبير. هذه الجامعه اصبح ممنوع تماما تفكر تفكير حر، تفكير نقدي وتعبر بحريه، ممنوع تماما. ايه رايكم؟
فاكرين الفيلم اللي قلت لحضراتكم عليه Expelled No Intelligence Allowed، المذيع الأمريكي اللي اتكلم على في هذا الفيلم الوثائقي واللي قال ايه اللي حصل للجامعات الامريكيه، بما فيش حاجه اسمها حريه تعبير، يا اما تقول الاجنده بتاعتهم، يا اما تايد الالحاد والتطور، يا اما تطرد، يا اما تايد اجنده الشذوذ، يا اما تطرد، يا اما تايد اجنده البيئه، يا اما تتمنع، وهكذا نفس الامر. ما فيش حاجه اسمها تفكير نقدي، ما فيش حاجه اسمها حريه تعبير، لا، يا تؤمن بالكامل وتفتح مخك لغسيل المخ اللي بيعملوه لأجندتهم بالكامل، يا إما ممنوع. البيت الأبيض أصبح يكذب حتى في الحاجات المفضوحة الواضحة. البيت الأبيض بيدعي أن بايدن أفضل رئيس حمى حدود أمريكا الجنوبية. إيه رأيكم؟ فلدرجة أن وسائل الإعلام بيقولوا أن البيت الأبيض أصبح بينشر shameless lies، يعني كذب مخجل، متخيلين؟ ايضا بايدن يستمر في سلسله الكذب، ما هو طالما ما بقيش يتعاقب من ساعه اوباما على اي كذب يكذبها فخلاص يكملوا الكذب براحتهم، فاصبح الديمقراطيين بيكذبوا براحتهم ما بيتعاقبوش. فيدعي انه كان في موقع انهيار البرجين في احداث 11 سبتمبر تاني يوم بعد انهيارهم، طبعا ده معروف ان هو كذب، لا ما كانش موقع انهيار البرجين تاني يوم بعد انهياره، ده ما حصلش. فالراجل ده بيكذب واعلانه يكذب وحزبه يكذب ومحدش بيحاسبه. اكتشافات اكثر لبركة سلوام الكتابية تثبت صحة الكتاب المقدس واللي ذكره. ودايما علم الاثار مهما طال الزمن يرجع ويلف ويأكد صحة اللي قاله الكتاب المقدس. اخبار اقتصادية، خبير اقتصادي شهير يحذر من كارثة هتبدأ في أمريكا، وهي انهيار أصحاب المشاريع الصغيرة في أمريكا بسبب تزايد الفايدة التي لا يتحملوها، وحيضطروا يقوموا بأعمال شغب لما يشهروا إفلاسهم. على فكرة المواطن الأمريكي بدأ يفتقر، انسوا خلاص الحلم الأمريكي ده مش موجود، حتى أصبح أصحاب المشاريع الصغيرة الأمريكية اللي فتح محل مطعم، محل ورد، محل واتيفر، الناس دي بتشهر إفلاسها. طب أمريكا بتحقق نمو اقتصادي، ده مين؟ ده بيحققوه الإليت، المليونيرات، البليونيرات الأغنية والحكومة الأمريكية، ده ما بيحققهوش الشعب البسيط، الطبقة المتوسطة الأمريكية بتعود الحلم الأمريكي، دول خلاص نازلين لخط الفقر وتحت خط الفقر، زيها الدول الأوروبية، زيها كندا، زيها أستراليا، وهكذا. ليه؟ لأن هم مش عايزين ناس مستريحة تعترض، هم عايزين ناس فقيرة تقبل الأجندة وهي سكتة، عن يدهم صاغرون، نفس الأسلوب الشيطاني ما بيتغيرش، يا إما تابع للأجندة تقتني وتبقى من الطبقة الراقية، يا إما ضد الأجندة تتعاقب. أمريكا أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسيل رغم كل ما تدعيه من أجندة البيئة. تاني أكبر مدينة بريطانية برمنغهام تعلن إفلاسها وتقرر أنها مش هتصرف إلا على الأشياء الأساسية فقط. ده مؤشر خطير على اقتصاد بريطانيا، لأن مجلس المدينة دي واحد من أكبر مجالس المدن الأوروبية وتاني أكبر مدينة بريطانية ويشهر إفلاسه، ده كارثة، ده معناه أن الحكومة البريطانية فيها حاجة غلط، بريطانيا داخلة على كارثة مالية. وده يمكن يفصل لحضراتكم ليه بريطانيا بطلت تبعت أسلحة لأوكرانيا واستقال وزير الدفاع وجه مكانه خبير اقتصادي، هو مسك وزير الدفاع البريطاني، خبير اقتصادي مسك وزير الدفاع بتاع بريطانيا. مش غريب، ما اللي ماسك وزيرة الدفاع في اللي ماسك وزيرة الدفاع في كندا واحدة صغننة اسمها جولي، ليس لها أي خبرة في هذا الأمر، أسف، وزيرة الشؤون الخارجية. بيل جيتس هذا الخبيث يستثمر 95 مليون في شركة البيرة المؤيدة للشواذ عشان حاجتين، أولا يسند الشركة فتقدر تقف قدام المقاطعة بتعود المحافظين لأنه بيكره المحافظين،
وحاجة تانية عشان لما ترتفع أسهم الشركة دي تاني هو يحقق أرباح. في مؤتمر جي 20 يتفقوا على إنشاء خط تجاري من الهند للإمارات، يطلع بسفن من الهند لغاية الإمارات ويتحمل في الإمارات من السفن القطارات، والقطارات دي تطلع من الإمارات للسعودية، ومن السعودية لغاية الأردن، ومن الأردن لإسرائيل، ويرجع من إسرائيل مرة تانية للسفن، يتوزع على كل الدول الأوروبية. ربنا يستر أن المشروع ده ممكن يؤثر سلبا على قناة السويس، ولكن هيزود جدا اقتصاد الهند والإمارات والسعودية وإسرائيل. إسرائيل كان بتهدف لخط القطارات ده من زمان على فكرة. اضطهاد المسيحيين المتزايد جدا، والإعلام الغربي والقيادات الغربية الليبرالية ولا مهتمة ولا فارق معاها. مجموعة إسلامية إرهابية خطفت مسيحيين وقتلت قس في نيجيريا، فين الإعلام الغربي؟ مش مهم، دول مسيحيين. مسلمين يخرجوا بسواطير عشان يمنعوا صلاة مسيحية في إندونيسيا، بيتوجعوا ليه المسلمين إن المسيحيين يصلوا؟ طبعا مش هقول ما تفهمش، لا أنت فاهم، لأن الشيطان اللي جواهم ما بيستحملش الصلاة المسيحية، يخرجوا بسواطير عشان بس يخلوا المسيحيين ما يصلوش، لكن المسلمين يصلوا في أي مكان بطريقة همجية مش مهم. إطلاق النار على قس بعد تهديد من الإسلاميين في باكستان، إيه رأيكم؟ فين الإعلام وفين القيادات الغربية؟ يتزايد إجبار المسيحيات الصغيرات على الزواج من مسلمين وإجبارهن على التحول للإسلام في باكستان. عارفين اللي بيحصل في مصر في المنيا وغيره من خطف المسيحيات القاصرات وإجبارهن على التحويل للإسلام، سواء بالخداع أو بالإجبار أو بالاعتداء وغيره، ويطلعون بعد كده فيديو بقت مسلمة والله أكبر ويلا وألف مبروك ألف مبروك أسلمت، كل الموضوع ده بس كرها للمسيحية. نفس الأمر بيتبعوا نفس الشيطان بنفس المنهج في باكستان. لا يزال هناك كثير من الإخوة الأحباء المسلمين المحترمين، ليه أنتوا كمان ما بتعترضوش على الكلام ده؟ مش ده برضو يسيء إليكم؟ تقبلوا أنه حتى الآن اللي بيدخلوا الإسلام بيدخلوا بالغصب والاغتصاب؟ فين كرامتكم؟ أذربيجان تضغط عشان تتخلص من كل مسيحي ومن كل الكنائس في منطقة في ناغورنو في أذربيجان. فين الإعلام العالمي؟ محدش يسمع عن الكلام ده. فين بايدن وفين ماكرون وفين ترود وفين الاتحاد الأوروبي والكلام ده؟ لا ولا حاجة، دول مسيحيين. طبعا دول لو كانوا مسلمين أو كانوا يهود أو كانوا شواذ أو كانوا هندوس أو كانوا أي حاجة تانية العالم كان يتقلب، أو بوذيين أو غيره، لكن عشان مسيحيين يصفوا عرقيا مسيحيين من مقاطعة كبيرة في دولة مش مهم. الشرطة في الهند تضغط بشدة على الكنائس عشان تقدم معلومات عن أنشطة التبشير اللي بتعتبرها مقاطعات كتيرة في الهند غير قانونية دلوقتي. تبشر بالهندوسية، تبشر بالإسلام، تبشر بواتيفر براحتك، لكن اوعى تبشر بالمسيحية. فعلا اجتمع العالم كله على الرب وعلى مسيحه. فنلندا اللي تزايد عدائها جدا للمسيحية، ويظهر ده في القضايا البرلمانية اللي ما يتم حاليا هو محاكمة هل نشر عدد من الكتاب المقدس أونلاين يعتبر جريمة ولا لا. وصلنا دلوقتي في فنلندا المحكمة بتحكم هل ان انت لو نشرت عدد من الكتاب المقدس أونلاين ده جريمة ولا لا، وللأسف في احتمال كبير يحكموا بالكلام ده. وصلنا ان الدولة زي فنلندا اللي أسستها المسيحية وهي اللي خلتها راقية، ان احنا نبقى في زمن انك لو نشرت عدد من الكتاب المقدس تصنف جريمة كراهية وتتسجن. هذا اللي حاصل دلوقتي. عايزين يخلقوا عقيدة ذكاء صناعي، قالوا ان الذكاء الصناعي عايز يكتب كتاب مقدس جديد مناسب ليه، وكمان يعمل عقيدة ذكاء صناعي جديدة يخدعوا بيها البشر وخاصة صغار النفوس. خلي بالكم الخديعة أصبحت تتزايد وبقت علنا مش بيخفوها.
الذكاء الصناعي بيخدع الصغار وبيقنعهم وبيغسل مخهم، شات جي بي تي، اسك جيسس، اي تي جيسس، وكلام اي اي جيسس والكلام ده كله. دلوقتي عايزين يعملوا كتاب مقدس ذكاء صناعي ويعملوا عقيدة ذكاء صناعي بهذا الكتاب. واللي يحزن ان بعض الكنائس تجيب قسيس ذكاء صناعي يقعد يوعظ، انا مش عارف اقول ايه. الانحدار الاخلاقي المتزايد جدا، مش بس الحاجات الجنسية، لكن هقول لكم على خبر مؤلم النهاردة جدا في هذا الامر. للأسف تزايد حاجة ما تتخيلوش ان هي تحصل في عصر التطور والتقدم والحضارة والديمقراطية، هو ايه؟ الاتجار بالبشر، human trafficking. وللأسف اغلبها لأغراض جنسية ولخدمة الأغنياء الإيليت أو لتجارة الأعضاء، يخطفوا العيال الصغيرين والشباب وياخدوا الأعضاء بتاعتهم عشان الناس اللي عايزة زراعة أعضاء. فأغلب اللي بيتخطفوا في الهيومن ترافيكينج وبيتباعوا يا نساء صغيرات يا أطفال. إيه رأيكم؟ واللي يحزن جداً أنه هذا الأمر مش بيقل ومش بيتحارب بل بيتزايد. يقدر أن حجم الاتجار بالبشر واستعبادهم slavery وصل لخمسين مليون بشر، كلام ده من عدة سنوات، ورغم كده ده أضعاف اللي كانت مستعبداهم الإمبراطورية الرومانية من عبيد. تخيلوا عدد العبيد في زماننا الحالي أكتر من عدد العبيد اللي كان من 2000 سنة. وللأسف جزء كبير من اللي بيستعبدوا مسيحيين، سواء في دول آسيوية، دول عربية، وحتى دول غربية، وطبعا الدول الفار إيست. تجارة البشر دي المفاجأة أنها مش بس في الدول الفقيرة، بل بزعامة وأحيانا كتيرة بخطط من الدول المتقدمة. وقدرت قيمتها في سنة 2014 ب 150 مليار دولار، وفي تزايد شديد وتنمو بسرعة وغالبا تضاعفت هذه الأيام. إيه رأيكم؟ آدي اللي احنا وصلنا له. احنا في زمن في سنة 2023 وبيتزايد فيه السليفري والعبودية واستعباد البشر وإجبارهم والكلام ده كله. خبر ده تجارة البشر المتزايدة، أعرف إن كتير يتعجبوا لي إزاي يحصل الكلام ده في الزمن الحاضر، لكن طبعا الشيطان اللي بيزاد نشاطه في الزمن الحاضر، زي ما كان منطلق قبل الرب يسوع المسيح له كل المجد، ودلوقتي هيحل زمان يسير أو بيحل زمان يسير، فبيرجع مرة تانية استعباد للبشر لأنه كان قتالا للناس منذ البدء. لكن ده يوضح تطور الدول الغربية الليبرالية، مش يفسر ليه الليبراليين حاربوا جدا والإعلام الليبرالي حارب جدا الفيلم اللي انتوا فاكرينه اللي هو من عدة أسابيع Sound of Freedom، اللي كان بيفضح هذه التجارة وبتعود هوليود ما كانوش عايزين يمثلوه لغاية ما الممثل المسيحي هو اللي وافق، لأنه الفيلم ده بيفضح هذه التجارة وتورط الدول الغربية وشخصيات حكومية غربية داخلة في هذه التجارة عشان بتتربح الملايين إن لم يكن البليونات. الأمر الآخر في هذا الخبر الكارثي المحزن، استعباد البشر وتجارة البشر في أواخر الأيام اللي احنا فيها. الأمر الآخر الأهم، الخبر ده ذكرني بحاجة قالها الكتاب المقدس عن أواخر الأيام في عقاب بابل العظيمة. تعبير ده احنا كنا نفكره رمزيا بس لأنه خلاص ما فيش حاجة اسمها عبودية، لكن اتضح كالعادة ان هو مش رمزيا ولكن لفظيا أيضا، وروعة الكتاب المقدس لما تنبأ بهذا الأمر في أواخر الأيام. فاكرين في سفر الرؤيا 18 من بداية من عدد 11 ل 13، لما بيقول ويبكي تجار الأرض وينحون عليها لأن بضائعهم لا يشتريها أحد فيما بعد، ما
بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ والبر والأرجوان والحرير والقون ومزي كل عود ثيني وكل إناء من عاج وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحرير والمرمر وقرفة وبخور وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميدا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وإيه؟ وأجساد ونفوس الناس. هم من في أواخر الأيام بيتاجروا ببضائع أجساد ونفوس الناس معتبرينها بضاعة بيتاجروا فيها، يخطفوا الناس عشان هارفست الأعضاء بتاعتهم ويخطفوهم عشان يستخدموهم ويبقوا النفوس دي كلها بتاعت استعباد جنسي أو بيع الأعضاء. تخيلوا سفر الرؤيا قال لنا الكلام ده في الأواخر وقت عقاب بابل، لأنه هيكون زاد جدا في هذه الأيام. متخيلين؟ قال لنا الكتاب المقدس وهو ابتدى يزيد قدام عينينا. بس عايز أقول حاجة صغيرة، أنا ما يهمنيش اللي ينقل من كلامي ده بركة كبيرة، لكن تذكروا أن قلت هذا التعليق في 12 ديسمبر 2023، لأن زي ما قلت قبل كده موضوع الشمس هتحول لمسح من شعر، هتبقى الموضوع ده لفظيا بالتجارب بتاعت النشر الحاجات أو عكس الشمس أو غيره وغيرها من التعليقات، لأني أتوقع أن أنتوا هتسمعوه في قنوات بتتكلم على نبوات أواخر الأيام، ولكن للأسف هينسبوه لنفسهم كالعادة زي تعليقات قلتها سابقا وأخدوها وقالوا أنهم من أصحاب التعليقات دي وما يفرقش معايا فيما عدا أن بعض ممكن يعصر ويفكر أن أنا نقلت منهم بدون ما أقول أن الكلام ده كلامه. لا، كلنا بنجاهد في هذا الأمر، ربنا يبارك الكل، ما عنديش مشكلة لياخد، لكن أرجو أن ما حدش ياخد وينسب لنفسه الفضل ويقول أن ده تعليقه. فهو الكلام ده أنا بقوله لحضراتكم النهاردة وأنتوا شهود. للأسف المكسيك تلغي تجريم الإجهاض في المكسيك، وآدي دولة تاني تنهار أخلاقيا. على فكرة كمان المكسيك بدأت تشجع الشذوذ عشان ده بيزود لها سياحة الشواذ في شواطئها. حاجة تحزن، دولة تنهار تلو الأخرى، خلاص مش لاقين مكان ما يكونش فيه الجنس والحاجات الجنسية زي سدوم وعمور. طبيب في بلجيكا من أجل مساعدة انتحار مريضة عايزة تنتحر بمساعدة الانتحار، فداها الحقنة القاتلة اللي طلبتها وعشان يساعدها خنقها بالمخدة. أنا مش بهرج، أدي اللي وصلنا له في مساعدة الانتحار، لما الحقنة ما موتتهاش خنقها بالمخدة. ايه رأيكم؟ متخيلين؟ ادي جريمة مساعدة الانتحار اللي بيعتبروه حاجة انسانية، هي لا انسانية ولا حاجة، ده استل قتل نفس. مسجونة امريكية يتم الاعتداء عليها جنسيا من قبل مسجون متحول جنسيا، فلما ادعى ان هو متحول جنسيا من رجل لامرأة بدل ما يحبسوه في سجن الرجال حبسوه في سجن النساء، فبيعتدي على المسجونات الأمريكية في سجن النساء في نيوجيرسي. إيه رأيكم؟ المحكمة العليا في هونج كونج هتسمح باتحادات الشواذ ويتزايد الانحدار الأخلاقي فيها. شركة موسيقية شهيرة سجلت عقد مع برنامج ذكاء صناعي مريب، والكلام ده من نيويورك بوست، تعبير مريب كريبي، لأنه بيعرض فيديوهات بتاعت الموسيقى، لكن مين اللي بيغني في الفيديوهات بتاعت الذكاء الصناعي؟ طفلة سنها 12 سنة ولكن بتعمل تصرفات مغرية جنسيا. على فكرة عايزين يزودوا جدا جنس الأطفال. الإعلام الأمريكي والبرامج الميديا الأمريكية بتزود، لأن الشيطان اللي وراهم، لأن ده بيفقد براءة الأطفال فيقدر يهاجم الأطفال ويوقعهم في الخطية بسهولة طالما أفقدهم براءتهم. كاليفورنيا دلوقتي تريد الدفع بقبول شهر مسمينه شهر تاريخ الشواذ. خلصنا من سيزون افتخار الشواذ، عين هندخل على شهر تاريخ الشواذ. تسرب تسجيل يكشف كارثة أن مؤسسة التعليم في كاليفورنيا بالفعل تعمل في السر على تحول الأطفال جنسيا. التعليم، نظام التعليم في كاليفورنيا في جواه خلايا ضخمة شيطانية هدفها إزاي الأطفال يتحولوا جنسيا. أنا مش ببالغ.
في المدارس وخاصة المدارس ابتدائي، بل اتضح ان مؤسسة التعليم دي الخلايا اللي فيها اللي بتعمل في السر على تحول الأطفال جنسيا بتعقد مؤتمرات في السر سنويا بل دوريا، ازاي تدرب المدرسين اللي وافقوا على الانضمام ليهم انه يقوموا بهذا الأمر ويخفوا الأمر عن أولياء الأمور. وآدي على سبيل المثال أحد أجندات أحد المؤتمرات، إزاي يعلموا المدرسين يشجعوا الأطفال يتحولوا جنسيا ويخفوا الأمر عن المدرسين الأمور أولياء الأمور، ولما يسأل أولياء الأمور يقولوا ما كناش عارفين ما كناش متأكدين، ولكن الطفل في نفس الأمر يرموا له الكلام ما تفكر تتحول جنسيا، ما فكرتش إن أنت ممكن تكون أسعد في جنسية مختلفة عن جنسك، وهكذا. وطبعا الموضة شغالة ويقفلوا على الطفل عشان يقتنع بالتحول الجنسي وتبتدي العمليات والهرمونات. كاليفورنيا تقاضي مقاطعة مدارس لأنها تبلغ أولياء أمور لو الأطفال قرروا تغيير جنسهم، إيه رأيكم؟ يعني المدرسة لو بلغت أولياء الأمور إن ابنكم هيتحول جنسيا لبنت، حكومة كاليفورنيا هتقاضي مقاطعة المدارس وهتغرمها. ليه قلتوا لأولياء الأمور؟ سيبوا العيال يتغيروا جنسيا بدون أولياء الأمور. حكومة كاليفورنيا اللي تعمل على دفع الأطفال للشذوذ عايزة المدارس ما تبلغش الأهالي بأي شكل، مش عايزة الأهالي يعرفوا إن ولادهم بيتحولوا جنسيا. حكومة كاليفورنيا بتتعامل على إن الأهالي هما العدو رقم واحد أمام نشر أجندة الشذوذ، عشان تعرفوا إن هي أجندة منظمة شيطانية. لا أستاذ أرمانيوس ربنا يباركك، وأتمنى ما حدش يفهمني غلط، اللي بينسخ الفيديو واللي بيحطه في أماكن أو حتى بيقوله بطريقة ما، ما عنديش أي إشكالية. أنا كل وما عنديش أي حد يقول اللي هو عايزه أو ياخد اللي هو عايزه، ما هو أنا باخد من أخبار، لكن أحيانا بقول تعليقات بلاقي البعض من اللي بيطلعوا في قنوات فضائية على تلفزيونات بيتكلموا في نبوات ينسبوا لنفسهم التعليق اللي قلته. طب ده يفرق معايا في حاجة؟ لا، فيما عدا ألاقي البعض يقول تعليق اللي أنت قلته ده أنت نقلته من فلان. لا، أنا ما نقلتوش من فلان، ارجع للتواريخ هتلاقيني انا قلته اولا، وفلان لانه بيطلع على قناة فضائية اكثر شهرة مني خدوا مني ونقلوا وقالوا وقال انه هو صاحب التعليق، فرجع لفت الايام واتهمت ان انا باخد منهم بدون ما اشير اليها. فيعني حرام الظلم، ده كل اللي بقول. اما اللي بياخد فيديوهات وينشرها او على قنوات يوتيوب او غيره، لا ربنا يبارككم. هل اتفهمت صح؟ أتمنى ما يكونش حد فهمني خطأ، أنا بتكلم على تعليق أقوله وياخده حد ينسبه لنفسه، ما عنديش مشكلة، لكن عشان هو بيوصل لمستمعين أكتر يلف اللفة وأتهم إن أنا أخدت الكلام ده منه. لا، ده كل القصة. قانون جديد برضو في كاليفورنيا يعاقب الأهالي بجريمة الإساءة للأطفال لو لم يقبلوا تحول الأطفال جنسيا. ده قاد اللي حاصل، يعني لو انت اب وام حاب يغيروا ولادك ويحولوهم جنسيا وانت مش عارف وحيمنعوا المدرسة تقولك، ولو انت اكتشفت بالصدفة هيعاقبوك لو انت اعترضت على هذا الامر. شكرا استاذ ارمانيوس وربنا يبارك الكل، وما عنديش مشكلة فيه ما عدا بس ان انا اتهم ان انا اللي بنقل منهم او انا ما بحترمش حقوق الملكية، دي بس حاجة اللي تزعلني. أنا كل حاجة باخدها من حد بحط الريفرنس، وأغلب مراجعي دايما بتكون مراجع أجنبية وبذكر بالظبط الريفرنس إيه. ده كل القصة. ليه تعليق على اللي بيحصل في كاليفورنيا والأجندة الشيطانية على أنهم يحولوا الأطفال جنسيا. حكومة كاليفورنيا نوسم الشيطاني ده عشان تستمر بدفع بعنف أجندة تحول الأطفال جنسيا، هي كمان بقت تستخدم أخصائيين نفسيين موالين للأجندة دي. أول حاجة لو مثلا بنت أقنعوها تتحول لولد ويمنعوا المدرسة إن هي تبلغ
ويعلموا المدرسين ان هم ازاي يخبوا ويضغطوا على الطفل ويخدعوه، كل ده بدون علم اولياء الامور، ويبتدي ياخد هرمونات وممكن هيبتدي يدخل في عمليات جراحيه بدون معرفه اولياء الامور. ولو اولياء الامور الاهالي اكتشفوا بالصدفه، دايما يكررهم التعبير التالي. عارفين ايه التعبير اللي يتقال لهم؟ يتقال لهم بنت ميته ولا ولد حي. يعني بنتك لو ما تحولتش جسديا، لو ما تحولتش جنسيا هتنتحر. فانهم dead girl, dead daughter or life son. ادي اللي يتقال لهم. ايه رأيكم؟ طبعا تخيل يقولوا لأب والأم بنتك هتنتحر لو ما تحولتش جنسيا، انه يريحك؟ بنتك تنتحر وتبقى بنت ميتة، ولا تقبل ان هي تتحول لولد وتعيش سعيدة؟ بمعنى لو لم تقبل تحول بنتك هتنتحر، فاقبل ان هي تتحول لولد افضل من ان هي تموت. السلاح الثاني، الاول اللعب على العواطف، السلاح الثاني هو التخويف. لو الاب والام اظهروا اي اعتراض على تحول اطفالهم جنسيا، على طول يبلغوا الهيئات الاجتماعيه اللي تجيب معاها الشرطه ويهددوا ويخوفوا الاهالي. ليه؟ انتوا بتعترضوا على تحول الاطفال جنسيا، يبقى بتاذوهم، فهيحكموهم بجريمة الإساءة للأطفال، وياخدوا مش بس الولد ولا البنت اللي هيتحول جنسيا، يهددوهم ان ياخدوا كل عيالهم، وممكن يتسجنوا وغرامة مالية ضخمة، ويتحرموا بقية حياتهم من بقية عيالهم بالكامل. فالأهالي ما تلاقيش قدامها غير ان هم يرضخوا ويقبلوا تحول أطفالهم جنسيا، وبالطريقة دي تستمر الأجندة الشيطانية في تحقيق أهدافها. شفتوا الشر قد إيه اللي بيتم؟ عامل مستشفى يسرب شيء مرعب، وهو برنامج تدريب ازاي يقنعوا الاطفال من سن 3 سنين ان هم يبقوا متحولين جنسيا. وصلنا الشر انه عايزين يخدعوا الاطفال في امريكا من سن 3 سنوات يتحولوا جنسيا. التعليق اللي هقوله انا اسف عليه، سامحوني، اعتقد انه حتى سدوم وعمورة ما وصلوش الشذوذ والشر لسن 3 سنين. مش عارف، قد يكون، مش عارف، لكن ما اعتقدش وصلوا للشر ده. يعني في حادثة سدوم وعمورة في سفر التكوين إصحاح 19 بيتكلموا على من الشيخ للحدث. ما اعتقدش، حسب مفهوم البسيط الحدث يشمل 3 سنوات، لكن قد يشمل إن هم كانوا بيستخدموا الأطفال 3 سنين في حاجات جنسية. لكن يتحول طفل جنسيا من سن 3 سنوات، ده ما اعتقدش كان بيحصل حتى في سدوم وعمورة. قاد اللي بيحصل في أمريكا من الليبراليين. وطبعا المحافظين لما يتكلموا على طول يتهاجموا، والإعلام الليبرالي يفضل يقطع فيهم وإن هم راديكال وفاندمنتاليست والكلام ده كله. فهدفهم صغار النفوس، وأعتقد بقيت واضحة. اللي مش شايف الكلام ده مش عارف إيه اللي هيفوقه. فمطلوب مننا دور، وخاصة لصغار النفوس، محتاجين نستعد بالصلاة وبالصوم ان احنا نبقى مصابيح مضاءة علشان اللي بيعصروا من ظلام الخطيئة. خلي بالك لو متمسكتش بالمسيح من الان، ممكن في المستقبل القريب ما تقدرش، لان ما عندكش زيت يكفي زي الخمس عذارى الجاهلات اللي ما كفاش الزيت في مصابيحهم. ربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان ما يحصل ما نخافش، قال لنا قبل ما يحصل عشان ما يحصل نؤمن ويزداد ايماننا، لانه مستحيل كان يالف او يخمن الكلام ده في زمن ازداد جدا التشكيك في ايماننا. وقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ننتبه ونستعد في زمن بيحاول يخوفونا ان احنا نتكلم او يقطعوا لساننا او يشغلونا. عريسنا اقترب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبه واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع. وربنا يبارك حضراتكم جميعا ويحافظ عليكم، والمجد لله دائما. واسف لو اخطأت بفعل، بقول، بتعبير، بمعلومة، انا انسان ضعيف بوخطئ، لكن لو حصل الله يعلم، لم يكن عن قصد. وربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم، ونتقابل ان شاء الرب ودبر الثلاث الجاي في خدمة فترة الاسئلة. ربنا يحافظ عليكم.